احنا مش عارفين جولفي اللي بنوصلها ولا عارفين تي 2. باي سيمتري تي 2 بتساوي تي 5. هذه عندي 1 1 1 1. انا تي 2 تي 5 مش عارفهم ولا عارف في ماكس اللي راح اوصلها. بس عندي مجموعه معطيات. خلينا اول شيء نحط المعطيات اللي عندنا. احنا في عندنا قلنا انه هاي المسافه 1 على 6. خلينا نستعمل هلا جرافيكلي. جرافيكلي راح احلها، بتقدر تحلها بطرق ثانيه كثيره، بس انا راح احاول احل جرافيكلي. هون احد الطرق الممكنه، راح اجي اطلع على هاي المساحه هون. باي سيمتري هاي المساحه مش بتساوي هاي المساحه، مظبوط؟ ونفس الشيء هاي المساحه تساوي هاي المساحه، ونفس الشيء هاي المساحه تساويهم. فهاي المساحه مساويه لهاي مساويه لهاي مساويه لهاي. انا عارف انه هذا النص اللي هون بيساوي 300 متر، مش هيك؟ فقلنا 300 متر بتساوي A زائد B زائد C. B ايش شكله؟ شبه منحرف. ترابيزويد. ايش مساحه الترابيزويد؟ ناخذ الضلع هذا زائد الضلع هذا على 2، مش هيك؟ ونضربهم في المسافه بينهم. المسافه بينهم هي اذا B عندي راح تكون هذا الارتفاع قديش؟ هاي الارتفاع اللي هون دي ماكس اول نص. طب وهاي الارتفاع هذا باي سيمتري، هاي القطعه مساويه لهي القطعه، فهذا كمان نص. اذا هاي النقطه قديش راح تكون الارتفاع؟ هو في ماكس ماينس نص. اذا هذا راح يكون في ماكس ماينس نص، هي هاي النقطه من هون مضروب في هاي النقطة اللي هي زائد، عفوا هاي النقطة اللي هي على 2 مضروب في المسافة بينهم. ايش المسافة بينهم؟ مظبوط هيك؟ إذا هاي رح تعطيني مساحة شبه المنحرف هذا اللي موجود هون. هاي المساحة معروفة اللي هي A، فـ A بتساوي 1 على 6 متر. ضل عندي C. C كيف ممكن طريقة سهلة أحسب فيها C؟ مستطيل ماينس هاي القطعة، وهي القطعة هي السدس، مش هيك؟ المستطيل هذا قديش مساحته؟ في ماكس في تي 3 في في ماكس، مش هيك؟ وتي 3 هي 1، فبصير عندي سي يساوي 1 في في ماكس ماينس 1 على 6. ناخذ الثلاث معادلات هلا هذول. عندي A معروفة، C معروفة، B معروفة. رح تعطيني أول معادلة. إذا المعادلة الأولى رح تكون A بلس B بلس C بتساوي 300. إذا رح يصير عندي 300 تساوي 1 على 6 زائد ناقص نص وزائد نص راح تروح، مش هيك؟ بصير عندي في ماكس على 2 في 2 تي في تي 2 عفوا، وزائد عندي هاي اللي هي في ماكس ناقص سدس في ماكس، مش في ماكس على 2، في ماكس ناقص 1 على 6، مظبوط؟ هاي راح تشطب مع هاي. شو بتصير عندي المعادلة النهائية؟ 300 بتساوي في ماكس في تي 2، نضرب في 2، شو رايكم؟ بتصير هاي 600 زائد 2 في ماكس، واللي هي تساوي نطلع في ماكس برا، بصير عندي تي 2 زائد 2 بتساوي 600، مظبوط؟ مظبوط المعادله ولا غلطت بشيء؟ متاكد؟ عندي هاي كانت في ماكس على 2، مش هيك؟ في ماكس على 2 ناقص نص وزائد نص راحوا، فصارت عندي في ماكس على 2 في 2 تي، وهون كان عندي في ماكس ناقص سدس وهون زائد سدس، السدس راح مع السدس، فنزلت هاي لتحت، ضربنا 2 في 300 صارت 600، وهاي لازم نضربها ب 2 فصارت هاي 2 في ماكس، وهي صارت في ماكس في تي 2، طلعت في ماكس برا صار عندي تي 2 زائد 2، هي أول معادلة، بس كم مجهول عندي؟ تنين ما بكفي، مش هيك؟ حتى اطلع ايش بدي كمان بدي استعمل؟ بدي استعمل قيمة A. قيمة A شو بتساوي؟ 1، مظبوط؟ بطلع على هذا المثلث اللي هون. هذا المثلث اللي هون. هاي القطعة على هاي القطعة بتساوي A، مش هيك؟ مش دلتا V على دلتا T بتساوي A؟ دلتا V على دلتا تي بتساوي A وتساوي 1. دلتا في قديش هون؟ قديش التغير بالسرعة بخلال الفترة هاي؟ بتساوي في ماكس ماينس نص ماينس نص، اللي هي في ماكس ماينس 1. فهي تساوي في ماكس ناقص 1 على قديش دلتا تي؟ تي 2.
إذا بصير عندي هلا في ماكس ماينس واحد بيساوي تي 2 مظبوط؟ كيف في ماكس ماينس واحد بتساوي تي 2؟ هل هاي دايمنشنالي كوريكت؟ ايش الغلط فيها؟ او ايش التفسير؟ هذه سرعتها متر بير سكند وهي سرعتها سكندز. واحد ضربنا في الاكسلريشن والاكسلريشن كانت واحد ففي هون كونستنت يعني انا عوضت ايه بس عوضت ايه بالوحدات تبعتها فهي هاي مضروبه يعني هاي تي هاي كانها مضروبه في ايه لما ضربت سكندز في متر بير سكند سكوير صارت متر بير سكند صارت دايمنشن الصحيحه اذا هي عندي المعادله الثانيه ايش عوض شو رايكم نتخلص من تي 2 فمحل تي 2 هون راح اعوض في ماكس ماينس 1 بصير عندي هون 600 بتساوي في ماكس في تي 2 زائد 2 بس تي 2 محلها راح اعوض في ماكس ماينس 1 في ماكس ماينس 1 بلس 2 راح تصير في ماكس بلس 1 مضبوط التعويض كانت عندي في ماكس ماينس 1 بلس 2 بتصير في ماكس بلس 1 نضرب هذول ببعض شو بعطوني تعطيني في ماكس في في ماكس بتصير في ماكس سكوير بلس في ماكس ماينس 600 بتساوي 0 قديش اذا في ماكس بتطلع ماينس 1 زائد ناقص 4a سكوير مش هيك b سكوير ماينس ماينس بلس 2400 على 2 وتساوي اذا بتحسبها بتطلع زائد 24 او ناقص 25 متر بير سكند شو ناقص 25 هل لها معنى انا ما قدرت الاقي لها تفسير هون ما فيش فيزيكال سيجنيفيكانس اقدر افسرها ممكن تتحاول تشوف ممكن يكون لها فيزيكال سيجنيفيكانس احيانا في معظم الحالات احنا بنهمل اللي ما لهوش فيزيكال سيجنيفيكانس احيانا ممكن تطلع بتفسير تقول لي معنى ال25 انه هو ماشي بعكس الاتجاه وبعدين بصير يتسارع بالاتجاه المعاكس فكأنه يعني بتباطأ واضح فاهمين بس ما بدنا نضيع وقت كثير عليها واضح انه هذا هو الجواب تبعنا انا بس اللي بدي اقول لكم اياه انه في معظم الحالات رح تستثني الجواب غير منطقي فبعض احيانا بيكون له فيزيكال سيجنيفيكانس بيكون في له تفسير او له معنى اذا هذه هون النقطه صارت عندي 24 متر بير سكند اللي اذا حولناها لكيلومتر بير اور انا بس مهتم اعرف هاي العربه ايش على سرعه رح تمشي عليها 24 متر بير سكند ما لهاش معنى بحياتنا احنا ايش بنحكي احنا ايش اللي بنستعملها فبصير عندي 24 متر بير سكند لو ضربتها في 3600 وقسمتها على 1000 يعني ضربتها ب 3.6 قديش 24 مضروبه ب 3.6 بتعطيني هاي بتعطيني طبعا كيلومتر بير اور اظن بتطلع حوالين ال 80 شيء 80 مش هيك 24 ب 3 بتعطيني 72 مضبوط و6 بحدود الثمانينات شيء بالله حد يحسب الرقم شو قديش 861 86 يعني مش هيك 86 80.4 هذا رقم عادي مش هيك؟ او ولا مش عادي شو بتعتبره؟ سيارته لو طلعت انت بالسياره ممكن تمشي 86 يمكن يكون بالنسبه لهذا الجهاز عالي شوي ما بعرف خصوصا انه هو فيش فيه سائق. فبعدين رح نعمله في المثال اللي بعد هذا رح نحط ليميت على التوب سبيد رح احط ليميت مثلا 30 كيلومتر بالساعه احتمال الاكبر انه يكون عندي 30 35 40 كيلومتر بالساعه ما في مشكله في قطارات بتمشي على سرعات عاليه زي هيك بس يمكن بس ممكن بالحاله هاي تكون حتى السرعه تو هاي ل 600 متر كمان. Okay.